Allô? Allô? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3، معكم مستر طه الغيطي من قناة ذكي الحساب بس. عاملين إيه؟ يا رب يكون اللي فات ده كله أنتوا عرفتم أو عارفين الحل بتاعه وفاهمين الليسونز اللي فاتت وبتعرفوا تحلوا لوحدكم وأنتم ملاحظين إن مستواكم كويس، وطبعا كل ده من غير مساعدة لا بابا ولا ماما. وأتمنى الليسون اللي فات أنتوا عرفتوا تحلوه. عندنا التايمز تيبل، يا رب تكونوا راجعتوه. احنا كنا اخدنا تايمز تيبل 2 و 3، فالحاجات ديت لازم ان انت تخلصها اول باول، عشان انا هدفي ان انا اخليك تبقى شاطر وتبقى انت كمان شاطره في الماده ديت وتعتمد على نفسك فيها وتعرف بجد ان الماده ديت مش صعبه خالص، بس تعمل المطلوب منك. تمام؟ علشان النهارده الليسون بتاع النهارده اولا صغير جدا، بس التكاليف والتاسكس اللي هتكون عليك النهارده كتيره قوي، فمش كتير قوي قوي يعني، لا بس هتكون عليك حاجات كتير النهارده عشان الليسون بتاع النهارده قليل ما فيش في حاجه. طيب احنا في برضو ناس برضو بتقول لي ايه، وفي طلبه زمايلكم بيقولوا لي انت ليه ما بتاخدش يعني ما بتشرحش درسين مع بعض، تلات دروس مع بعض. بص، عشان برضو يبقى انت فاهم ويبقى انت برضو فاهمه، انا مش هيبقى يعني صعب عليا ان انا اشرح لك درسين مع بعض، ولا يبقى احنا داخلين في سبق علشان نخلص الكتاب ده بسرعه. انا اهم حاجه عندي انت كده كده اصلا، وانت كده كده اصلا كمان مش هتمتحن، يعني ما فيش وراك امتحانات، ما فيش ورانا امتحانات، فعلى الاقل من هنا خالص واحنا بنحل. انا اهم حاجه عندي ان الليسون يكون واخد حقه في الفهم، وفي نفس الوقت ما يبقاش ضغط عليك، يعني اديك درسين وبعد كده انت تحل الدرسين. طب هتجيب وقت منين؟ لسه برضو المواد التانيه وكمان مدرسه وحاجات من دي كتير. فانا بقول كل ليسون المفروض ياخد حقه بالراحه خالص وانت بتحله، لان لسه النهارده هيبقى عليك شويه حاجات في كتاب الورك شيت هتحلها. خلاص؟ فمحدش يتسرع، محدش يسبق، لان انا الفكره كلها مش ان احنا لازم نخلص الكتاب حل، لا انا عايزك تفهم، علشان ده انت بتتاسس لجريد 4، انت بتتاسس لجريد 4، فالتاسيس لازم ياخد وقته. يعني عندنا ليسون النهارده مهم جدا وبسيط، بيتكلم عن حاجه اسمها لاين بلوتس. دي انت اول حاجه تاخدها خالص، اول مره تاخدها. عندنا حاجه اسمها لاين بلوتس. يعني ايه لاين بلوتس؟ اللاين بلوتس هنا بيقول لك، حتى هنا شوز هاو ميني تايمز سامثينج هابن، يعني بيوضح لك حاجه حصلت كم مره. يعني اقول لك اكزامبل كده، جه مثلا المستر دخل عليكم في الفصل وعمل لكم امتحان في الماس. الامتحان كان درجته من كام؟ وليكن مثلا من المارك بتاعته كانت 20. هل يا ترى، طبعا الفصل عدده كبير، ففي كم طالب جاب مثلا 17 من 20؟ مثلا 3 طلاب جابوا قد ايه؟ 17 من 20. طب في كم طالب جاب الدرجه النهائيه الفول مارك؟ ومثلا 5 طلاب جابوا الفول مارك، وهكذا. يبقى دي حاجه بتحصل، حصلت 5 مرات. شوف بالعربي خلاص عشان تفهمها، يبقى هي حصلت قد كم مره؟ 5 مرات. خلاص، هي دي معنى كلمه اللاين بلوتس، بيعبرها كده، بيقول لك هنا هاو ميني تايمز سامثينج هابن، يعني حاجه حصلت كم مره. طيب اللاين بلوتس بيكون الشكل بتاعها كده، وعلى فكره عليك في جريد 4 بيكون الشكل بتاعها كده، بيكون فوق هنا التايتل بتاعت الرسمه ذات نفسها، الفيجر ذات نفسها بتتكلم عن ايه. بيقول لك هنا بوكس فري ذيس مانث، يعني الكتب اللي اتقرات الشهر ده. وعندك هنا في هنا نمبر لاين، والنمبر لاين هنا بيكون عليه في هنا نمبرز، وكاتب لك هنا نمبرز اوف بوكس، نمبر اوف بوكس يعني عدد الكتب، عدد الكتب. ماشي. وهنا جايب لك هنا K، بيقول لك هنا اتش اكس اون ذا لاين بلوتس ستاندز فور وان بلوك، وان بلوك. على فكره دي غلط، دي غلط، دي بتعبر عن ايه؟ عدد الطلاب، نمبر اوف ستودنتس او تشايلدرن، يعني الاكس اللي فوق ديت بتعبر عن عدد الطلبه. يعني هنا بيقول لك ايه؟ عايزين نفهم المساله دي. يعني هنا بيقول لك هنا 2، 2 ديت اللي هي نمبر اوف بوكس، يعني 2 بوكس مالهم. في هنا 2 ستودنتس، هنا 2 اكس هنا يعني 2 ستودنتس، يعني هنا في 2 طلاب قرأوا قد ايه؟ كتابين في الشهر ده. طب انا عندي هنا في 9 بوكس، يعني 9 كتب، في طالب واحد بس اللي قرأ 9 كتب في الشهر ده. انا عندي هنا 6 بوكس،
كم طالب أرى 6 بوكس 1 2 3 4 5 6؟ هي غلطة من الكتاب هنا، المفروض هنا أكتبه هنا students. طب تعالى كده نشوف هنا الـ questions. هنا بيقول لك how many children read 5 books؟ عدد الطلبة أو الأطفال اللي قرأوا 5 كتب. 5 books هنا نيجي نشوف هنا فوقية 1 2 3 4 5، هنكتب هنا 5. تمام كده؟ يا رب تكون فاهم. طب شوف اللي بعدها هنا بيقول لك how many children read 6 books. 6 books، 6 احنا عدينا ديت على فكره في غلطه ولا ايه؟ 1 2 لا كده تمام. 6 books اهي 1 2 3 4 5 6، تمام هيكون 6. طب هنا بيقول لك how many children did not read in the books، ما قرأوش ولا كتاب الشهر ده اللي هو الزيرو اهيت. كفايه قد ايه هنا 1x، يعني 1 students او 1 children بس. طب تعالى كده نشوف في الكويشنز اللي وراه. هنا بيقول لك number of letters in our first name، عدد حروف اسامينا الاولى، يعني انا اسمك فيه كم حرف، اسمها فيها كم حرف، الكلام ده. هنا شوف جايب لك النمبر لاين، هنا number of letters يعني عدد الحروف. هنا في 3 letters، يعني عدد الأولاد اللي أساميهم بتتكون من 3 letters، هنا في 2. طب 4 letters هنا 3. طب 5 letters وتعد. تعالى نشوف بقى how many children have 5 letters in their first name، عدد الأولاد اللي أساميهم بتتكون من 5 حروف، الفايف هي. نعد كده يلا 1 2 3 4 5 6، نكتب هنا 6. What is the smallest number of letters in a child first name؟ What is the smallest number of letters؟ خلي بالك خلي بالك، افهم السؤال. Smallest number of letters، عدد اصغر عدد من الحروف in a child first name. أصغر الحروف هنا كام؟ 3. خلي بالك إن في طلبة كتير يقول لك يفتكر إن أصغر عدد من الطلاب، لأ. لأ، يقول لك smallest number of letters، أهي، يبقى أنت هتجيب النمبرز من تحت. What is the greatest number of letters؟ Greatest number of letters، يعني أكبر عدد من الحروف هنا مين كام؟ 9. ما قالش هنا what is the greatest number of students؟ لأ، ده letters. طيب هنا بقول لك members of the school choir. choir يعني حصة الموسيقى أو حصة كورال الموسيقى. كورال الموسيقى هو عبارة عن زي مسرح كده، وفي طلبة بتعزف على الآلات الموسيقية. الطلبة ديت أعمارها مش متساوية، يعني في اللي مثلا في grade 4، في اللي في grade 5، في اللي في grade 6 وهكذا. فهنا بقول لك age in years، فهنا كاتب لك هنا age in years، يعني الأعمار بالسنين. 7 years 8 years 9 years 10 years 11 years 12 years. وهنا بيقول الـ KHX stands for one member، يعني بتعبر عن إيه؟ فرد واحد. How many students are 8 years old؟ 8 years هنا فنعد الـ X 1 2 3 4، نكتب هنا إيه؟ 4. How many students are 10 years old؟ 10 years 1 2 3 4 5، هنكتب هنا برضو ايه؟ 5. How many students are 12 years old؟ 12 هنا 1 2 3، هنكتب هنا برضو ايه؟ 3. مش مشكلة. What is the frequency؟ يعني ايه frequency؟ برضو معناه عايز عدد ال students of 11 years in this data. What is the frequency of 11 years in this data؟ 11 هنا 1 2 3 4 5 6، How many students are in the choir؟ How many students يعني عايز عدد الطلاب كلهم. هتضطر تجيب ده هنا 1 او نعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21، هيكون هنا ايه؟ 21. طب انا بقول لك how many students are younger than 10 years old؟ عايز عدد الطلاب اللي younger than،
يعني ايه younger than؟ اقل من اللي اعمارهم اقل من ايه؟ من 10 years old. خلاص تعالى كده نشوف اللي هم دولت 1 2 3 4 5 6 7 فيكون هنا ايه 7 students. اوكي نيكست بيج هنا بيقول لك ايه؟ تعالى بقى جايب لك نمبر لاين كده فاضيه خالص واقول لك ايه اعمل هي ارسمها لي بقى يا معلم. ماشي هنا marks of students in an exam يعني درجات الطلاب او الاولاد في الامتحان. تمام تمام. طيب بعد كده عندك هنا بيقول لك ايه اللي عندنا ال 15 هنا في 2 students هنعمل هنا ايه 2 x كده x و x بس. طب ال 16 هنا 1 هنعمل هنا 1. طب انا عندنا ال 17 3 1 2 3 تمام. طب انا عندنا ال 18 هنا 5 برضو 1 2 3 4 5. طب انا عندنا 19 هنا 4 هنعمل هنا 4 برضو 1 2 3 4. طب 20 هنا 2 هنعمل 1 2 بس. بقول لك هنا HX هنا في الكي HX equals 1 students يعني كل X من دولت بتعبر عن ايه 1 students. الاخيره دي بقى تعالى كده نشوف هنا جايب لك بالتيني ماركس هنا 7 طبعا هنكتب هنا بص النمبرز هنا 7 و8 9 لحد 13 8 9 10 11 12 13 تمام كده تمام. انا عندنا 7 هنا 2 يبقى نعمل هنا كده ثواني كده 2 وال 8 هنا 4 1 2 3 4 وعندك هنا 9 هنا 2 9 هنا هيكون 8 2 وعندي كمان ال 10 هنا هيكون 6 1 2 3 4 5 6 ال 11 هنا 3 1 2 3 وعندي هنا 12 هنا هيكون هنا 2 1 2 ال 13 هنا هيكون ايه هيكون 1 تمام. طب هنا في بقى في تايتل هيتكتب هنا ده بيعبر عن ايه بيقول لك age of children in karate class يعني اعمار الاولاد في حصه الكاراتيه. خلاص لو جبت لاحظ هنا تلاقي هنا شوف 7 وال8 وال9 اللي احنا كتبناهم هنا فوقهم هنا ايه age in years فهنكتبها هنا كده age in years مش عارف في ايه في الجهاز مهندك. طيب هنا بيقول لي كي الكي بقى هنكتب هنا اقول له هنا اتش اكس زي ما كل مره بنكتبها اتش اكس هيكون ايكوالز 1 ستودنتس او 1 تشايلد 1 ستودنتس او 1 تشايلد وبس. خلاص كده ده فكره الليسن. طيب تعالى بقى ننتقل للجزء الثاني اللي هو حصة او الجزء بتاع التايم ستيبل. يلا بينا. طب احنا المفروض دلوقتي كنا احنا حافظنا تايم ستيبل 2 و 3 المفروض بقى النهارده ناخد ال 4 كنت مراجع عليهم دايما. انا عندنا ال 4 4 تايمز 1 ايكوالز 4 وعندي كمان 4 تايمز 2 هيكون ايكوالز 8 4 تايمز 3 ايكوالز 12 4 تايمز 4 ايكوال 16 بعد كده يكون عندك 4 times 5 equals 20 المفروض هما دولت اللي هيكون عليك حفظ النهارده بجانب كمان انك تراجع على times table 2 و 3 يبقى انت تقول 4 من اول 4 times 1 لحد 4 times 5 خلاص. طيب هتقول لي ايه تاني الهومورك اللي هيكون عليك انك هتحل الليسن اللي احنا اخدناه النهارده الاكسرسايز بتاعت الليسن نمبر 4 اللي هو اللاين بلوتس من عندك من كتاب المعاصر. يبقى في عندك هنا ليسون نمبر 4 كتاب المعاصر الاكسرسايز هتحله هتفتح كتاب الصغير اللي هو كتاب الورك شيت هتحل برضو الشيت من اول اللي هو هتلاقي مكتوب عندك حتى اكوموليتيف تيست او ورك شيت
الورك شيت 1 و 2 و 3 و 4 دول تلات حلوه. تقول له يا مستر طب انت بتحلوش معانا ليه؟ لا انا عايزك انت اللي تحلهم، انا مش عايز اعودك انك تحفظ الماده، انا عايزك انت اللي تشتغل بايدك انت بس. هو ده الهوم ورك اللي هكون عليك. يبقى انت عندك الاكسرسايز الليسون نمبر 4 اللي موجود عندك في البوك اللي هو المين بوك اللي هو الكتاب الكبير، وبعد كده الورك شيت من اول الشيت 1 و2 و3 و4، والجانب كمان ان انت هتراجع على التايم ستيبل. خلاص كده ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.